السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي داخل وخارج الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. فبعد طول انتظار أخيرا تحفة كيفتح لعصابة الفن وعلاقة وفاة وئام الدحماني بالحساب حمزة مونبيبي قبل 6 سنوات، وما هي علاقة اختفاء الشيخة المشببية الرئيسية بالعصابة حمزة مونبيبي وتورطها بمقتل وتصفية إيمان تسونامي عن طريق التسميم؟ واش فعلا إيمان تسونامي الله يرحمها مشات ضحية الفن؟ واش مشات ضحية ابتزاز؟ كذلك مشات ضحية الشهرة اللي عرفتها في السنوات الأخيرة في مجال تشيخيت والإقبال وكذلك اكتساحها هذا المجال سواء الجمهور داخل أرض الوطن أو من طرف الجالية المغربية بالخارج. صراعات وخلافات مع إيمان تسونامي، خصوصا هاد الشيخة المشتبه بها الرئيسية والمحسوبة على عصابة حمزة مونبيبي، معلومات وحقائق صادمة لتم التوصل إليها. هاد الشيخة إخوان إخواتي اللي مازال متوارع الأنظار اختفت بعد ما تم تحقيق معها من طرف الفرقة الوطنية، عطات الأقوال ديالها، وبعد ما تأكدوا أن واحد المكالمة آخر مكالمة اللي كانت بينها وبين إيمان تسونامي، وفيما بعد تم إطلاق السبيل ديالها لنتفاجأ بهذا الاختفاء المفاجئ لهذا المشبه الرئيسي، والمعلومات اللي كتقول أنها محسوبة على الحساب حمزة مونبيبي أو العصابة الحمزاوية. إيمان تسونامي إخواني أخواتي فعلا كانت ضحية هذه العصابة ديال حمزة مونبيبي والمتورطة في قضية التسميم قبل شهرين، وكما شفتوا المعاناة اللي عانت منها إيمان تسونامي سواء بالمصحة أو بالمستشفى العسكري، اللي صراحة كنشوفوا هذه القضية اللي عرفت واحد ضجة كبيرة على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد العربي خصوصا، وأن القضية فيها التسميم، وأن إيمان تسونامي الله يرحمها كانت ضحية محاولة 3 محاولات اللي هي فاشلة. فالحمد لله كنقول أن الأمن كينجح في فك هذا اللغز المتورطين في تسميم إيمان تسونامي، ومذكرة بحث دولية عاجلة في حق هاد الشيخة المتورطة في هاد التسميم وعلاقتها بهاد الحساب ديال حمزة مونبيبي. وكما كنقولوا كذلك الروح عزيزة عند الله سبحانه وتعالى، لازم انها تاخذ العقاب ديالها، ولازم ان العائلة إيمان تسونامي لكي طالبوا بالحق المدني وكذلك بالحق المادي، يعني بخصوص هذه القضية ديال هذا التسميم واللي مشات ضحيتها الأم ديالهم المعيلة الوحيدة اللي كانت دائما هي يعني كتساعد العائلة ديالها في المأكل والمشرب، يعني في كل لوازم الحياة، فيما كيتفاجئوا بهذه العصابة اللي حاولوا أنهم يخطوا باش يزيحوها يعني في هذا المجال ديال التشيخيت. فتسونامي فعلا إخوان إخواتي اللي كانت هي فعلا كانت يعني رافضة أنها تقول ديك الحقيقة للعائلة ديالها كاملة، يعني دائما كانت كترفض أنها تقول الحقيقة سواء الأم ديالها وكذلك البنات ديالها وكذلك حتى الصحافيين، أنهم ما قدرش أنها تقول أي حاجة يعني على المشتبه فيه الرئيسي، فهي دائما كتخلي هذاك الكلام ودائما كتسامح لهاد المجرمين أو لهاد المشتبهين الرئيسيين في هذه القضية. والسبب انها كان عندها واحد الشك وكانت خايفه انها تظلم شي واحد، فين ان يعني كثر عليها راه ماشي غير واحد اولا جوج اولا ثلاثه، راه عصابه اخوان اخواتي، وهذه العصابه اللي هي فعلا من حساب حمزه مونبيبي، ولازم ان التحقيقات يعني تكثف من اجراءات البحث والتحقيق وكذلك يعني تجمع بعض المعلومات خصوصا هذه العصابه ديال حمزه مونبيبي اللي لازم انهم يتم استدعائهم من الفور باش يعرفوا الحقيقه واش فعلا عندهم يد في هذا التسميم او لا، غير هذه المعلومات اللي مسربه
غير مؤكدة. فاليوم كنشوفوا أن إيمان تسونامي الله يرحمها فيها هي الآن بيد الله سبحانه وتعالى، والله راه غفور رحيم. وهذوك اللي أذوها وتسبوا لها بكل هاد الآلام راه حسابهم من الله سبحانه وتعالى غيكون عسير، فعلا غيكون عسير. وكيقول فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، صدق الله العظيم. فكنتمنى من الله عز وجل أن يعني هاد العائلة تنصف، وكذلك الحق ديال الإيمان يرجع، ولازم أنهم ياخذوا العقاب ديالهم بإذن الله، بإذن الله سبحانه وتعالى. فهنا كنشوف أن حسن الخاتمة فعلا هي حسن الخاتمة لهاد السيدة، حيث ربي فعلا كان بغاها ومرضات باش تكون واحد المغفرة لها، والله كيهدي من يشاء. وإيمان فعلا الله يرحمها كانت ديما كتطلب الهداية، والحمد لله ربي راه قبض الروح ديالها، وهي كانت على فراش الموت، وكانت يعني السيدة كتعذب وكتألم وسط الأهل ديالها. على إثر هاد القضية اللي تفجرات واللي عرفات يعني واحد الصدى كبير على الصعيد الوطني، العائلة ديال إيمان تسونامي راه مسكتاتش، يعني غير ريتما أن دازت 40 يوم فهي سارعات ومشات عند الفرقة الوطنية وقدمات كذلك بعض المعلومات، سواء يعني تسجيلات في الهاتف ديال إيمان تسونامي، خصوصا المكالمة الهاتفية الأخيرة اللي كانت بين هذيك الشيخة اللي كتعمل معها الناس الفرقة، واللي دلاو بهذه المعلومات اللي هي معلومات دقيقة جدا بخصوص تسميم الأم ديالهم داخل ديك الشقة، واللي تأكد فعلا أنها تسمات يعني في المنزل ديالهم قبل ساعة من الذهاب إلى الحفل، واللي كان في حاضر أكثر من 14 شخص. هذيك الحفل كان حاضر فيه أكثر من 14 شخص، ويعني وتم التحقيق معهم. فكذلك الحضور ديال العائلة إيمان تسونامي اللي كانوا عند الفرقة الفاطنية فعلا، وجاء بعد الشكوك اللي كانت كتحوم حول هذيك المتورطة المشتبه الرئيسية اللي هي الشيخة اللي كتشتغل معها. وكذلك كانت حاضرة في هذيك الشقة ديال العائلة إيمان تسونامي، بالرغم من المشاكل اللي كانت كتربطها مع هاد الشيخة، فهما دائما كان قلبها ابيض، تسامحت معها تصالحوا كأن لا شيء لم يقع. ولكن هاد الشيخة داكشي اللي كان يعني كتخطط ليه راه كان يعلم غير بالله سبحانه وتعالى، فهي الآن يعني تفضحات وبان الحقيقة ديال تورطها في هاد التسميم. العائلة اللي شافوا هاد الأعراض ديال التسميم اللي ألمات بإيمان تسونامي مباشرة عند يعني عند الحضور ديال الحفل، وحتى الشهود اللي كانوا فعلا حاضرين يعني في ديك الحفله، يعني اكدوا ان ايمان تسونامي ما كان حتى شي حاجه يعني في الحفل، يعني باقي موضوع حتى شي العشاء ما حتى شي حاجه ما قدموها، وهي ما كانت حتى شي حاجه، وكان دائما كدير احتياطات ديالها يعني على اساس لان دازت واحد التجربه اللي هي قاسيه اللي هو التوكال، فعلا هي ما كانت حتى شي حاجه. ولكن الأكيد العائلة أكدوا أنها فعلا كالت يعني واحد أو شربات واحد المشروب في المنزل أو الشقة واللي كانت حاضرة فيها هذيك الشيخة اللي هي المتهمة الرئيسية والمشتبه بها الرئيسية في هذا التسميم. فمرة أخرى كنقول رعزنا الله سبحانه وتعالى، والأكيد غيبان حقائق أخرى كما شفنا اليوم أن هذه القضية مرتبطة بالحساب حمزة منبه. إخواني أخواتي، حتى لا أطيل عليكم نكتفي بهذا القدر، فما تبخلوش أن باللايك ديالكم وكذلك البرتاج لهذا الفيديو بالطبع باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.